السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي وأحبابي متابعي قناتي تيفي ميكس أمر. أشكركم على كل التعاليق الإيجابية والجيدة التي تعطيني معنويات كبيرة حتى نصل أنا وأنتم إلى طريق النجاح. وكيفما كتشاهدوا اليوم غادي نقدم معكم أومليت طبقات، وما تمشيوش باش نعطيكم المقادير وطريقة التحضير. كيفما كتشاهدوا هنا الفلفل الأحمر، لا بغيتو ديروا الفلفل الأخضر أو الفلفل المتنوع على حسب اختياركم. الزيتون الأسود، الزيتون الأخضر، الجبنة فلنشون على حسب اختياركم كما تريدون، لنشون اللحم أو الدجاج. وفي كل طبق كما تشاهدون درس من التو، في كل طبق نضع فيها الزيت، زيت عالية نوضعو في الأسفل بيضة الأولى. كما كتشاهدو من بعد ما حسينا بالبيضة أنها نوضعو لانشون بهاد الطريقة هذه كما كتشاهدو. درس ثم درس ديال الثوم اللي كنت كيكون كنوضعو بهاد الطريقة هادي. كنوضعو البيضة الثانية بهاد الطريقة، شاهدو بهاد الطريقة هادي كتشاهدو فيها الطريقة هادي. كيفما شاهدتو كنوضعو البيضة الثانية ثم كنوضعو الغطاء ريتما تستوي البيضة، ثم نعود لوضع البيضة الثالثة. كيفما شاهدتو الآن هاهي البيضة استوت من فوق، الآن غادي نوضعو الزيتون بهاد الطريقة هادي كما كتشاهدو. ومهلو، حاولوش مهلو النار على هذه الأكلة كي لا تحترق من الأسفل. وضعنا الزيتون، كنوضعو التوم كذلك، التومة لكل صحن تومة كما شاهدتو المقادير. الآن غادي نوضعو البيضة الثالثة، دائما حاولوا طريقة دائرية كما كتشاهدو. كما كتشاهدو حنا وضعنا الغطاء، دائما الغطاء هو اللي كيعطينا باش الزيتون كيلتصق على البيض. ثم كنوضعو البيضة الرابعة، يلا بقاو معايا. بعد ما وضعنا البيضة الثالثة كما كتشاهدو، الآن نقوم بعمليات الأسفل غيولي بالأعلى. شاهدوا معنا، كما كتشاهدو الآن غيولي بالأعلى. الآن تنوضعو الفلفل الأحمر كما كتشاهدو، دائما على نار هادئة باش العملية تتم بنجاح. يعني كتبغى شوية دقة، كتبغى شوية ديال تركيز، نبقاو دائما بالقرب من النار. الآن
كيف ما قلت لكم الثوم ثوم دائما هذا هو الكاربو البيضة الرابعة الطريقة هذه كيف ما تتشاهدوا جميع الفلفل نحاول أننا نغطيوه بهذه الطريقة هذه يلا العملية غطاء عن بعد ما شفنا النتيجة أنه متصل دائما كنضعو الزيتون أو أخرى الطريقة هذه تقربنا من النتيجة النهائية دائما كونوا حذرين جميع أنحاء البيض الآن غادي نوضعوا البيضة الخامسة شاهدوا معي شاهدوا هي البيضة الأخيرة نحاول أننا نوضعها بالطريقة هذه الآن تنوضعوا الغطاء غطاء ما تستوي بقاو معنا كيفما شاهدتوا الآن الآن غادي نقوموا دائما الأسفل تابعوا معنا حتى الآخر دائما الأسفل غادي نفعل بهذه الطريقة هذه كما كتشاهدوا أسفل ولا في أعلى الجبنة شاهدوا الجبنة الآن الآن شوفوا الطريقة كيفاش الجبنة تتوابع اللي تبع معايا الطريقة حتى الأخير راه غادي يحصل على النتيجة النهائية جيدة كل شيء على النتيجة النهائية على هي الجبنة قطعناها بهذا الشكل رائع وجميل يلا بقاو معنا بعد ما شاهدنا الجبنة الآن نقوم بعملية الزين عملية الزين الصحن دائما يكون توازي الآن شوفوا الطريقة النهائية هذه والجبنة راه ما كتمشيش ليها كتبقى دائما الآن كنوضعو الكمون والملح والزعتر وحسب اختياركم ما كتشاهدوا الآن العملية تمت بنجاح هانتوما الوصفة هي أومليت الطبقات راكم عارفين ما تنسوناش من المتابعة ديالكم ومن التعليقات ومن اللايكات وما تنساوش عود القماري وبراد ديالها تاعي
شكرا على المتابعة.